درجة الملتقى العلمي التصو في دورته 14 الذي عرف هذه السنة حضورا وازنا لمجموعة من الأساتذة حوالي 120 أكثر من 120 أستاذا في 15 مائدة مستديرة في 5 أيام، حضور وازن فكريا وكذلك من أستراليا ومن أمريكا ومن أوروبا وإفريقيا وجنوب إفريقيا كذلك ومن لبنان ومن مصر ومن الكويت والإمارات وتونس والجزائر، علماء يعني علماء الفقه والشريعة، علماء الأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا، أساتذة جامعين في الفكر الإسلامي، كل هذا يدل على التصوف هو علم الإحسان، هو مرتبة من مراتب الدين الإسلامي. التصوف أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف، إنها مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن يراك، كما ورد في الحديث الشريف حديث جبريل. وباعتبار أن التصوف أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف، فهو مثابت من ثوابت الهوية الدينية، لابد أن نعطيه الأهمية اللائقة به، لأنه هذا الثابت، هذا المكون الذي الروحي الذي يساهم يعني في بناء القادة وإعدادهم في البعد في بعده الأخلاقي والروحي، لأنه استثمار للرأسمال اللامادي وعلاقته بالتنمية، كيف هذا البعد الأخلاقي والروحي أن يساهم يعني بقيمه في إعداد القادة والمسؤولين يعني عن طريق هذه القيم الإخلاص والصدق وحب الوطن وحب ثوابت البلاد وحب الملك البلاد، فهذا دليل على أن ومحبة الآخر وعدم الإقصاء الآخر وعدم الأحكام المسبقة، فهذا دليل على أن من يتشبث بروح الإسلام وبأخلاقه وبثوابته وبقيمه التي يعمل التصوف عليها، باعتبار أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، أعداء عدوك نفسك التي بين جنبك، وهذه النفس لابد من تزكيتها لتتطور يعني تربويا من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة إلى نفس مطمئنة بذكر الله، ألا بذكر الله يطمئن القلوب، حتى يكون الظاهر عنوان الباطن ويكون الإنسان منتجا لقيام السلم والسلام والمحبة والوئام واحترام الآخر. معاذ القادري بوتيش، رئيس المجموعة الرسمية للطريقة القادري بوتيشية للسماع. الحمد لله اختتمنا أسبوع الفرح برسول الله بهذه الليلة المشحونة بالمحبة والسلام والوصال في منزل الوصال الحمد لله، وفي أجواء ربانية وكلها محبة وشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بوصلات من السماع الصوفي للمجموعة الرسمية للطريقة القادري بوتيشية، سماع نابع من القلب إلى القلوب الحمد لله، فهذه اللغة هي لغة القلوب، تصل من قلوب المرشدين إلى قلوب الحاضرين، لغة لا تعترف بالحدود، لا تعترف بالخلافات، لا تعترف بالمحبة والسلام والأمن، ونشكر الحاضرين جميعا الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.